سيدات وسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. قوات النخبة الحضرمية تعثر على قذائف متفجرة في المكلا. استشهاد 4 جنود من كتيبة الحضارم في سيئون. وكيل أول حضرموت يناقش احتياجات كهرباء ساحل حضرموت من الوقود. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. عثرت قوات المنطقة العسكرية الثانية صباح اليوم بمنطقة ثلاها الحرشيات في مدينة المكلا على مجموعة من القذائف المتفجرة المتنوعة شديدة الخطورة تم التخلص منها، حيث قام فريق هندسي متخصص في إزالة الألغام والمتفجرات تابع للمنطقة العسكرية الثانية بالنزول للمنطقة وتمشيطها بتكليف مباشر من رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عمر بادبيس. وتمت إزالة 41 قذيفة كانت مخبأة وكان جزء منها مدفون تحت الأرض، كما عملت الوحدات العسكرية على تأمين المنطقة والتأكد من سلامة المكان وخلوه من أي متفجرات أخرى قد تعترض المواطنين للخطر أو تقلق السكينة العامة. وقال الناطق الرسمي بالمنطقة الثانية هشام الجابري أن الفرق المتخصصة بإزالة الألغام والمتفجرات استطاعت إزالة أكثر من 80 طن من المتفجرات زرعتها وخزنتها العناصر الإرهابية أبان سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على مدن ومديريات ساحل حضرموت قبل 3 أعوام. تمكنت الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت من مداهمة نوعية حررت المختطف عبد الباري هود السقاف من وسط بيت في أحد مزارع منطقة الغرفة بمدينة سيئون بمشاركة القوات الخاصة وكتيبة المهام بالمنطقة العسكرية الأولى وبدعم وإسناد من التحالف العربي. وخلال المداهمة ألقي القبض على الخاطفين حيث تم إيداعهم السجن، فيما يجري البحث عن بقية العصابة واستكمال الإجراءات القانونية بشأنهم. وكان السقاف قد اختطف من قبل مجهولين بداية مارس الماضي. استشهد 4 جنود وجرح آخرين في هجوم مسلح على طقم عسكري يتبع كتيبة الحضارم بالمنطقة العسكرية الأولى من قبل مسلحين يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة. وقالت مصادر محلية أن الهجوم المسلح وقع عقب انفجار عبوة ناسفة زرعها المسلحون أمام طقم عسكري يتبع كتيبة الحضارم في منطقة سوم بني همام في مدينة سيئون، مخلفا 4 شهداء وعدد من الجرحى تم إسعافهم إلى مستشفى سيئون العام. وتأتي العملية الإرهابية عقب 24 ساعة من قيام كتيبة الحضارم بعملية تحرير المختطف عبد الباري السقاف والقبض على عدد من المختطفين في سيئون. ناقش وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي احتياجات الكهرباء للوقود لاستقرار خدمات الكهرباء في مناطق ساحل حضرموت. جاء ذلك خلال لقائه مدير عام كهرباء الساحل المهندس مازن بن مخاشن والمدير العام لشركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري. وفي اللقاء أشاد الوكيل بن حبريش بالجهود المبذولة من الجهات المختصة في التغلب على الإشكاليات التي تواجه خدمات التوليد الكهربائي وتوفير متطلباته، ومشددا على مضاعفة الجهود لتحسين خدمات الكهرباء. وأكد وكيل أول حضرموت على ضرورة وضع خطة متكاملة تحسن خدمات الكهرباء خلال شهر رمضان القادم، موضحا بأن السلطة المحلية حريصة على دعم كل الجهود الهادفة لتحسين المنظومة الكهربائية وتلبية احتياجات السوق المحلي من المحروقات. استقبل وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش بمعية وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب والرياضة فهمي بضاوي أبطال محافظة حضرموت للدراجات الهوائية الذين عادوا من محافظة المهرة بعد أن أكملوا طواف المحبة والأمن والسلام.
الذي انطلق من مدينة المكلا الاثنين الماضي إلى محافظة المهرة. وشاد وكيل أول حضرموت بجهود البعثة والأبطال الكبيرة التي رفعت اسم حضرموت المحبة والأمن والسلام، ونقلت صورة إيجابية عن شبابها، مقدما شكره وتقديره للسلطة المحلية بمحافظة المهرة وقيادة قوات التحالف العربي ومكتب الشباب والرياضة على تعاونهم مع أبطال حضرموت للدراجات الهوائية وإنجاح طوافه. من جانبه شكر رئيس البعثة خالد بروك بن سعيد السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على وقوفها مع الشباب ورعايتها للطواف، مستعرضا تفاصيل طواف أبطال الدراجات ومسافته والصعوبات التي واجهت البعثة. تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون سير العملية التعليمية والتربوية وبحث سبل تعزيزها والرقي بها في مديرية غيلبة وزيرة. وخلال زيارته الميدانية لعدد من المدارس بالمديرية منها ثانوية البنات ومدرستي الملاح بنين وبنات وروضتي 22 من مايو والمستقبل، أشاد الوكيل عبدون بما تحقق من منجزات وتدخلات في مجال التحسين للبيئة المدرسية بمدارس المديرية ورفدها بالمتطلبات والإمكانات، مؤكدا على أن الجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة أسهمت في تطوير الأداء وتحسين نوعيته في المديريات. كما شدد وكيل الوزارة على أهمية الإشراف الفني اليومي من قبل الإدارات المدرسية ومتابعة أداء المعلمين والمعلمات والاستفادة من الإمكانات المتاحة، مشيرا لدى لقاءاته بإدارات المدارس أن غيلبة وزيرة حظيت بحزمة من المشاريع التربوية المدرجة ضمن خطة المكتب، موجها في ختام زيارته برفض بعض الاحتياجات الضرورية والمستلزمات التعليمية للمدارس التي تفقدها بالمديرية. عملت لجنة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت على حل الإشكاليات بمناطق الامتياز من خلال النزول الميداني إلى وادي غرير بمديرية أرياف المكلا، حيث اطلعت اللجنة على موقع الشكوى المقدمة من قبل المواطنين المدعين بتضررهم من أعمال التعدين والتي لم تعمل بالوادي إلى يوم نزول اللجنة منذ إبرام العقود خلال هذا العام، نظرا للتجهيز واستيراد للمعدات عبر المنافذ البرية وميناء المكلا، حيث باشرت اللجنة عملها بالوادي وأخذت البيانات الحقلية والتركيز على الضرر إن وجد والمسافة بعد وقرب المساكن والغطاء النباتي بالوادي، وكذلك اتجاه الرياح وكيفية الاستفادة من عملية التغذية المائية لمثل هذه الأعمال التعدينية بالوديان والاستفادة للتغذية المائية أثناء الأمطار والسيول. ولوحظ بالوادي عدم تواجد أي أثر للشروج أو الأراضي الزراعية، وتم تسجيل جميع البيانات على الواقع. دعت السلطة المحلية ومكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية دوعنة رؤساء اللجان المجتمعية بالمديرية لإقامة صلاة الاستسقاء بجميع مناطق المديرية يوم السبت القادم. وجاء في الخطاب نظرا لمرور المديرية بفترة جفاف وانقطاع الأمطار، وعملا واقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنه تم إقرار إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مناطق المديرية. قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بحصر وتحديد قائمة أولية بمشاريع الكهرباء في محافظة حضرموت تمهيدا لتنفيذها. جاء ذلك في تغريدة نشرها البرنامج السعودي على حسابه في تويتر اليوم أن مشاريع الكهرباء في اليمن تعد حاجة ملحة للكثير من المحافظات التي تعاني من انقطاع مستمر للكهرباء ومنها محافظة حضرموت. وعلى ذلك قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بحصر وتحديد قائمة أولية بمشاريع الكهرباء في المحافظة تمهيدا لتنفيذها. تسبب حريق نفذه مواطنين لأشجار السيسبان في منطقة الغويزي بديس المكلا إلى إلحاق الضرر بشبكة الصرف الصحي بالمنطقة، مما أدى إلى طفح مياه المجاري بشكل كبير وتشكل بركة منها.
وقالت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت أن عمال الطوارئ وصيانة شبكات الصرف الصحي نزلت للموقع لمعرفة حجم الأضرار التي تسبب بها الحريق، حيث عملت بمعالجة الضرر. هذا ونوهت المؤسسة المحلية المواطنين بعدم تكرار مثل هذه الأعمال، خاصة في الأماكن التي تتواجد بها شبكة الخطوط الرئيسية للمياه والصرف الصحي. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. قوات النخبة الحضرمية تعثر على قذائف متفجرة في المكلا. استشهاد 4 جنود من كتيبة الحضار في سيئون. وكيل أول حضرموت يناقش احتياجات كهرباء ساحل حضرموت من الوقود. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته. إلى اللقاء.